قراءة في عناوين الصحف الصادرة بدول منطقة شرق أوروبا، نبدأها من بولونيا. على يومية غازيتا برافنا، وضعت الحكومة البولونية برئاسة ماتيوش مورافيتسكي معالم خطة الواقع الاقتصادي الجديد التي ستعلن تفاصيلها غدا الخميس وستعتمد اعتبارا من الأحد القادم. الخطة تتوخى بحسب اليومية إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وإعطاء دفعة للقطاعات الاقتصادية الحيوية تدريجيا مع تمكين المجتمع من الاستئناس بالواقع الاقتصادي الجديد قبل رفع كافة القيود حين يسمح الوضع الصحي بذلك. في روسيا، أكد رئيس فلاديمير بوتين على يومية كوميرسانت على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة فيروس كورونا. الحكومة خصصت بحسب اليومية 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للتقليل من الأثار السلبية للوباء خلال اجتماع لمجلس الاقتصاد الأوراسي. في تركيا، نقلت يومية صباح تعليق الرئيس رجب طيب أردوغان على مشروع قانون الإفراج عن سجناء في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا. أردوغان أكد على صفحة اليومية أنه يراعي حساسية الشعب التركي، والقانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة. في النمسا، كتبت يومية كرونت سايتونغ أن البلاد في الطريق الصحيح في حربها ضد فيروس كوفيد-19. اليومية أوضحت أن بدء تخفيف التدابير الاحترازية مؤشر جيد على نجاعة التدابير الحكومية لمواجهة الأزمة الوبائية، لكن الأرقام اليومية ستكون محدداً رئيسياً للمضي قدماً في هذا الطريق من عدمه خلال الفترة المقبلة. في اليونان، نقرأ على يومية تيتانيا أنه خلال فترة الركود الاقتصادي الذي استمر لعشر سنوات، فقدت البلاد 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثر التقشف الشديد الذي فرضه الدائنون على المجتمع. اليومية أبرزت أن هذه الأزمة تسببت في هجرة 500 ألف من الأدمغة.